بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى من كان بهديه وشرعه من العاملين، ثم أما بعد. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على موضوع يهم جميع دكاترة الأسنان، خصوصا دكاترة الأسنان اللي بيحبوا يشتغلوا في مجال الاستيتيك دينتستري. This subject is the sheet selection which is the most important key for success of an ideal aesthetic restoration. In this lectures, we are going to know the factors affecting light, components of color, factors affecting shade selection, and the shade selection systems. The visual system of the eye is only capable of detecting wavelength ranging from 380 nanometers, which is the violet, to 780 nanometers, which is the red. According to Isaac Newton, light has no color. It is only when it interacts with an object that color is produced. This was depicted in his famous experiment of splitting light by prism into the colors of the visible spectrum: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. بنقول هنا ان عين الانسان لا حدود في الرؤية، وهي ترى الطيف المرئي فقط، بداية من البنفسجي ونهاية بالاحمر. اذا فنحن متفقين مع اسحاق نيوتن ان الضوء لا لون له، ولكنه بيتكون من مجموعة الوان العلماء سموها الوان الطيف. Color perception involves the presence of three entities: a light source, illuminant, an object, and a detector. عملية الإبصار أو الرؤية تحتم وجود ثلاث أشياء مجتمعة، وهي مصدر الإضاءة والجسم المراد رؤيته والعين. فلو في جسم إحنا عايزين نشوفه وإحنا مفتحين عينينا كويس جدا، لكن there is no light so there is no vision، مش هقدر أشوف حاجة. لو أنا مفتح عيني وحاطط قدامي الجسم المراد رؤيته ولكن بلا ضوء، فلن أرى هذا الضوء. كمان لو أنا عندي الجسم ده موجود والنور منور لكن أنا مغمض عيني، برضو مش هشوف هذا الجسم إطلاقا. كذلك لو أنا فاتح عيني ومنور النور ولا يوجد جسم، إذن فلا يوجد رؤية هذا الجسم. What are the factors affecting light? The observer, which is the human eye, the source, which is the illuminant, and the object, in our case, is the tooth. The first element is the illuminant, أو مصدر الضوء. The quality of light is determined by its color temperature measured in Kelvin. This varies from cool blue sky 9000 Kelvin to candlelight 2500 Kelvin. The color of an object appears different depending on the illuminant. This property of light source to influence the color of objects is termed color rendition. الكالر رينشن ظاهرة مهمة جدا جدا بتواجه دكاترة الأسنان، وهي تأثر لون الجسم المراد رؤيته بدرجة الضوء الواقع عليه. In this slide we have two pictures for the same patients but under different lighting condition. لو احنا بنلاحظ في الصورة العلوية هنلاقيها مائلة إلى الإصفرار، بينما الصورة السفلى مائلة إلى البياض أكثر، مع إنها لنفس المريض وبنفس اللون. إذن فاللون الأساسي في الصورة العلوية هو نفسه اللون الأساسي في الصورة السفلية، ولكن اختلاف مصدر الإضاءة هو الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الصورتين. تاني عنصر من عناصر الرؤية وهو الأوبجكت إتسلف، الجسم المراد رؤيته، اللي هو بالنسبة لحالة دكاترة الأسنان السنة أو الحشوة. Similar to a cube having three dimensions length, width and depth, color also possesses three dimensions value, hue and chroma. وهنا بنتكلم على مكونات اللون، واللون زي أي مكعب
عنده طول وعرض وارتفاع. كذلك اللون بيتكون من ثلاث حاجات رئيسية وهي الفاليو والهيو والكروما. What is the value? What is the hue? And what is the chroma? The value is the quantity of light reflected by an object compared to pure white diffuser reflecting 100% and black absorber absorbing all incident light with no reflection at all. بمعنى انه درجة ميل اللون الى الابيض او الى الاسود. لتوضيح هذا المثال بنقول فرضا لو انا عندي اللون ده اللون احمر زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ولكن باضافة قطرة من اللون الاسود اليه اللون بيتغير تدريجيا. قد يكون هذا التغيير الان ملاحظا او غير ملاحظ، ولكن بزيادة اللون الاسود عليه اللون بيبدأ يتغير تدريجيا تدريجيا، مع ان الاساس واحد، احنا ما غيرناش اللون الاساسي اطلاقا، ولكن احنا خليناه يميل اكثر الى السواد. في الاخر طلع عندنا two different or two completely different color. اللي على ايدنا الشمال اللون الافتح، واللي على ايدنا اليمين اللون الاغمق او المائل الى السواد، ولكن نفس اللون الاساسي، ولكن هما الاثنين دول نفس اللون الاساسي. للتعبير عن الفاليو بصورة افضل او بصورة اخرى اسف، وهو اضافة اللون الابيض او ميلان اللون الى اللون الابيض. عندنا نفس اللون لو احنا اضفنا عليه لون ابيض هيبدأ تدريجي اللون الملاحظ بواسطة العين بيتغير الى ان نحصل على لون مختلف تماما. اللون الاساسي برضو على ايدنا الشمال اسفل الصورة، واللون الجديد على ايدنا اليمين، هما الاثنين لون واحد، ولكن اللي اختلف هو الفاليو. هنا عندنا هاي فاليو، والصورة اللي فاتت كانت لو فاليو. The second dimension of the color is the hue or the wavelength. This depends on the spectral reflectance of visible spectrum from an object. An opaque object reflects a specific wavelength of the visible spectrum and produces a spectral reflectance curve. Transparent colored object, examples in colored glass, create a spectral transmittance curve. A translucent object such as a tooth produce both spectral reflectance and transmittance curves. A natural tooth absorbs all of the color of the spectrum except those in the yellow, orange, red wavelength and in this left slot. دي غلط، الجزء ده كان في صورة تانية انا شلتها، معلش اسف. احنا بنقول هنا ان الاوبيك اوبجكتس اللي هي الاجسام المعتمة بتمتص جميع الضوء وبتعكس فقط الطول الموجي اللي بنراه. فلو عندنا الجزء المعتم ده فرضا ان لونه احمر، فمعناها انه امتص جميع الاطوال الموجية للضوء المرئي وفقط عكس هو الضوء الاحمر. الترانسبيرنت كالرد اوبجكتس بيمتص بعض الضوء ويعكس البعض ويمرر البعض زي بالظبط الازاز الملون. تبقى لو احنا قلنا او نتفق على ان الhue with the second dimension of the shade is the wavelength of this shade، الطول الموجي. الhue الحاجة الوحيدة يا جماعة اللي ما بتتغيرش، اللي بيتغير عندي الvalue وهو الميلان الى البياض او الى السواد، او الchroma which means the saturation of the color. Chroma is the last component of the color. The three peppers have the same hue but with an increasing color intensity from left, this one from left to right. The pepper on the left is the least saturated and peppers pale, has a low chroma.
The middle is more saturated. The third on the right is the most saturated, having a vivid appearance with the highest chroma. لو حبينا نوضح السلايد ديت بحاجة عملية أكتر، هنرجع ونقول أنا عندي المربع ده اللون بتاعه أحمر ولكنه أحمر شفاف. لو أنا أضفت طبقة تانية بنفس اللون ونفس الشفافية، هو نفس اللون له نفس الفاليو، أنا ما اتحركتش في الفاليو خالص، نفس الهيو نفس الفاليو، اللي أنا هزوده هو الكروما الساتوريشن، بدل ما كان طبقة واحدة بقى طبقتين بقى تلاتة بقى أربعة. كل ما بزود الطبقات كل ما الساتوريشن بيزيد لغاية لما بأحصل تقريبا برضو على لونين. الرأي الجديد قد يراهما متغيرين إلا أنهما نفس اللون ولكن ليس بنفس التركيز، ودي الكروما. يبقى لو قلنا ان الكالر كومبوننتس هيو فاليو كروما، بقول ان ايتش كالر هاز سبيسيفيك هيو، ذا هيو كانوت بي تشينج فور اني كالر، ذا هيو از ذا كونستانت كومبوننت اوف ذا كالر بات فاليو اور كروما مي بي ادجاستد سو ذا اوبجكتس مي ابير داركر اور لايتر. اللي بقدر اتحكم فيه مش الهيو، الهيو ده حاجة ثابتة للأوبجكت، اللي بقدر اتحكم فيها الفاليو، يبقى زود الفاليو فاللون يميل الى البياض او بقلل الفاليو فاللون بيميل الى السوداد، او ازود الكروما فاللون يميل الى العتامة اكتر، او اقلل الكروما فاللون يميل الى الشفافية اكتر. تالت حاجة هي الديتكتور او العين. بنقول the visual sensation is a chemical, electrical and physiological process. An elementary description is conversion of physical energy, which is light, into neural message, a process termed transduction. Radiant energy enters the eye via the cornea and focused on the retina by the lens. عملية الرؤية دي هي عملية بنقول عليها كيميائية وكهربائية وفسيولوجية، وهي تحويل الطاقة الفيزيائية الداخلة اللي هو النور لرسالة عصبية. المسألة دي بنسميها الترانسدكشن. النور زي ما كلنا عارفين بيدخل العين من خلال القرنية، يمر بالعدسة والعدسة بتركزه على الشبكية اللي بواسطتها بنقدر نشوف الألوان. الشبكية بتكون من نوعين من الخلايا الحساسة للضوء اللي اسمها الأقماع والأعمدة. الأقماع بتبقى مسؤولة على الرؤية الملونة، والأعمدة مسؤولة على الرؤية غير الملونة. The retina is a mosaic of two types, photosensitive cells called rods and cones. The cones are responsible for chromatic vision and contain photosensitive pigments with spectral sensitivities to the three primary colors corresponding to wavelength blue, green and red. The rods are responsible for achromatic vision, also termed the peripheral vision. In dentistry, the rod and cone distribution of the retina is significant during shade determination. The clinician should concentrate at the tooth and shade tape to assess hue and chroma, which activate cone or chromatic vision or a central vision to a certain brightness, which is the value the observer needs to look aside in order to engage your vision. القصة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لدكاترة الأسنان، وهي إزاي نقدر نختار اللون بشكل صحيح بشكل متطابق أو متماشي إلى أقصى حد مع لون السنة الأصلية. وزي ما قلنا in it color has three dimensions, which is a hue, value and chroma. تبقى الدكتور لازم يركز الاول جدا على على الهيو والكروما، وده بيحصل بالactivation of cone cells of the retina. بعد ما بيحصل determination للهيو والكروما بتيجي second step with the determination of the value by activation of peripheral vision
or rod sets. How to determine the tooth color? The variables affecting tooth color determination are broadly divided into physical, physiological, and dental. ألوان الأسنان بتتحكم فيها عوامل كتيرة جدا جدا أثناء تحديد هذا اللون، منها عوامل فيزيائية أو فسيولوجية أو عوامل بتتعلق بالأسنان نفسها. أول حاجة هي الإليومينانت نفسه اللي هو مصدر الضوء. It is well established that the quality of the illumination affects color perception, a phenomenon known as color retention اللي اتكلمنا عليها قبل كده. In order to achieve reliable and repeatable shade assessment, the illumination must be standardized with respect to quality and quantity. النقطة دي يا جماعة مهمة جدا جدا، ان انا اللون اللي بختاره جوه العيادة لازم زي ما انا شايفه جوه العيادة العيان يشوفه بره العيادة هو هو نفس اللون في الشغل وفي البيت وفي المدرسة وفي العيادة. وقلنا ان الضوء بيؤثر على رؤية على اللون المراد رؤيته. لو بصينا للسلايد دي هنلاقي عندنا ده اللون الاساسي لون ازرق كلنا شايفينه، لكن لو نزل عليه ضوء اصفر زي ضوء الهالوجين لامب ان دنتال كلينيك مثلا هنلاقي ان هذا الجزء من اللون صار مختلفا، صار يميل الى اللون الاخضر، يميل الى اللون الاخضر. لو نزلنا عليه لون احمر هنلاقي انه بدأ يميل الى اللون البنفسجي. اللون الاخضر برضو ادانا لون مختلف، اللون البنفسجي ادانا لون مختلف. بقى عندي هنا خمس الوان مختلفة، لون 2 3 4 بالاضافة الى اللون الاصلي. الشريحة دي القصد منها ان احنا نشوف مدى تأثير اللون الواقع على الجسم، الضوء معلش الضوء الواقع على الجسم في لون في ظهور لون هذا الجسم. وبالتالي عشان اقدر اشوف لون مظبوط بنقول the light qualities most conductive to color discrimination are illuminant C or D. Standard illuminant C is average daylight at 6774 Kelvin without ultraviolet radiation, or standard illuminant D, which is a daylight at 6540 Kelvin, including the wavelength of ultraviolet radiation. أحسن ضوء ممكن الجسم يظهر فيه بلونه الطبيعي هو ضوء الشمس أو ضوء الصباح. القصة دي لازم نعمل لها دوبليكيشن في العيادة. فبنقول the quantity or intensity of light should be equivalent to 4220 watt fluorescent tube at a distance of 2 meters. Also, the light source shouldn't be directional but uniformly diffused to avoid specular reflection. يبقى عشان to simulate a daylight in the dental office لازم الإضاءة بتاعت العيادة بتاعتي ببساطة شديدة تبقى 4 لمبات فلوريسنت 220 واط متوزعين في سقف العيادة بينهم وبين راس العيان 2 متر. To simulate the condition of daylight or to give standardized light condition. The second physical variable is the metamerism. Object metamerism is the comparison of a pair of objects that have the same color under a given illuminant, but when the illuminant is changed, their color no longer match. This is because the object have different spectral reflectance curves. The significance of object metamerism is that if a restoration, crown, or even a filling matches the surrounding or adjacent teeth under the halogen dental operating light, it may not match when viewed by daylight. الميتاميريزم ببساطة شديدة بنقول ان جسمين في ظروف اضاءة معينة بيدوا نفس اللون، ولكن عند اختلاف ظروف الاضاءة كل جسم بيظهر بلونه الحقيقي. مثال لذلك لو انا في قاعة احتفالات
لو انا عندي فرح ورحت الفرح ده بالليل ورحت قاعه الاحتفالات، وقاعه الاحتفالات لها اضاءه معينه، وكان معايا اتنين زمايلي قابلتهم جوه، كل واحد لابس بدله بلون معين. لما انا شفتهم شفت البدلتين لونهم اسود. تاني يوم الصبح قابلتهم فلقيت واحد لابس بدله سوداء والتاني لابس البدله لونها كحل، فقلت لهم ايه ده؟ انتوا غيرتوا البدل بتاعه امبارح؟ فقالوا لي والله يا دكتور لا ده هي نفس البدل. قلت له لا انت كنت لابس امبارح بدله لونها اسود. فرد عليا وقال لي ايه يا دكتور، انت شفتها جوه القاع اسود لكن هي اساسا لونها كحلي. يبقى هما لونين قريبين من بعض مش بعيد، مستحيل انا اشوف بدله بيضه وبدله سودا الاثنين هشوفهم اسود، لا، ولكن درجه الاختلاف بتبقى بسيطه. فلما بتيجي ظروف اضاءه معينه بيتحدوا في اللون، فلما تختلف ظروف الاضاءه كل جسم بيبان بلون. مثال ذلك لو انا مش عامل ستاندردايزيشن لللايت كونديشن في العياده بتاعتي، مش مخليها اربع لمبات 220 واط فلوريسنت على بعد 2 متر من راس العيان، وجيت اخد لون الحشوه، في هذه الظروف اللي انا حاططها في العياده ممكن لعيني وعين العيان وعين الاسيستنت وعين كل اللي في الدنتال اوفيس يشوفوا ان اللونين ايدنتيكال ويش اتعزل. لكن لما انا خلصت العيان واخد ابروفل من العيان 100% على الشيد اللي انا عامله، العيان تاني يوم راح الشغل قالوا له ايه ده، مين اللي عامل لك الحشوه دي؟ الحشوه لونها مختلف جدا عن السنه. السبب ايه في الحاله دي؟ السبب هو الاوبجكت ميتاميريزم اللي سببه ايه، كان سببه الامبروبر لايتنج كونديشن ان ذا دنتال اوفيس. للتوضيح بنشوف الرسمه دي، الرسمه دي بنقول عندنا ده الريفلكتيف اندكس بتاع الماتيريال A، وده الريفلكتيف اندكس بتاع الماتيريال سوري ذيس از فور A اند ذيس از فور B. ات ذا سبيسيفيك بوينت Z the X value and Y value for A and B is the same. يبقى هنا عندنا الجسم B والجسم A ألوانهم مختلفة، في النقطة Z فقط اتحد اللون، ولكن لو كملنا الكيرف لو X اتغيرت أو Y اتغيرت كل لون بان في طريقه. بالضبط زي لو أنا مسافر مثلا من القاهرة إلى جدة من القاهرة إلى الرياض وعندي ترانزيت في جدة، دكتور تاني مسافر من القاهرة لعمان مثلا وبرضو ترانزيت في جدة، اللي هشوفهم في جدة هيقول الدكتورين دول شغالين في نفس المكان، لكن لو كل دكتور كمل الرحلة واحد بيوصل للرياض وواحد بيوصل عمان، هما فقط اتحدوا في هذه المحطة فقط. المحطة دي بالنسبة لدكتور الأسنان هي الدنتال أوفيس، عيادة الأسنان وظروف الإضاءة في العيادة. عشان كده بنقول إن كلما كانت ظروف الإضاءة مطابقة ومتماشية مع ضوء النهار بشكل أكثر صحة كان اختيار اللون أكثر دقة. دي نفس الصورة بتبين لي الـ Object Metamerism. انا عندي هنا التو سنترال انسايزرز وذيس ذا شيد جايد هاد ذا سيم شيد وذ ذيس سبيسيفيك لايت كونديشن، لكن لما غيرت اللايت كونديشن في الصوره السفليه هنا هنلاحظ الفرق الواضح ما بين الشيد بتاع الشيد جايد والشيد بتاع السنه. مشكله تانية بتقابلني في اختيار اللون وهي الاوبسيرفر ميتاميريزم. الاوبسيرفر ميتاميريزم is if the illuminant remains constant but the observer changes. This is dependent on the different physiological spectral response sensitivities of cones in the eyes. In dentistry, this manifested when the restoration is perceived to be a color match by both patient and clinician, but not by the patient's family and friends. To avoid this scenario, it is desirable to request that relative or close friends accompany the patient during the shade assessment appointment. المشكلة دي بتتعلق
يا جماعة بحساسية العين، كل واحد منا حساسية العين بتاعته للألوان بتختلف عن الآخر، وبالتالي قد يكون اللون مناسب من وجهة نظري ومن وجهة نظر الأسيستنت بل ومن وجهة نظر المريض أيضا، ولكن لأن حساسية العين عند أهله أو عند أصدقائه أعلى فيشوفوا فرق في اللون. المشكلة دي ليس لها حل للأسف، إلا أن أثناء اختيار اللون يقوم بالاختيار أكبر عدد ممكن، أنا والأسيستنت والمريض، والد المريض، والدة المريض، أصدقائه، بحيث أن يحصل شبه إجماع من عدد كبير على أن اللون ده هو اللون المظبوط. The ambient environment. The context in which an object is viewed also influences its perceived color. السياق قد يغير معنى الكلام، والكلمة تفهم من سياقها. برضو اللون بيأثر عليه الخلفية اللي أنا شايف عليها اللون. An object with bright surroundings will appear duller. Looking at red object will increase the ocular sensitivity to green. أشهر مثال عشان ما نتكلمش كتير في السلايد ديت هي الصورة اللي قدام حضراتكم دلوقتي. هنشوف إن the different backgrounds for this single tooth. The single tooth will appear with different shades. الخلفيات المختلفة أثرت على السنة. هنلاقي إن الخلفية الغامقة السنة بتبان فيها أفتح، الخلفية الفاتحة السنة بتبان فيها أغمق. The dental clinic is a heaven for multitude of colored items including the interior decor equipment, patient's complexion, clothing, etc. with conflicting visual stimuli. It may therefore be necessary to create a chromatic microcosm with correct lighting with an ideal background using a Munsen neutral gray in 7x0 card and limit shade determination to this designated area. المشكلة دي بتاع الambient environment بتواجهنا في حاجتين، في الديكوريشن بتاع العيادة وفي البيشنت كلوذز اند مكياج ميك اب، بيشنت ميك اب. بالنسبة للديكوريشن بتاع العيادة كلنا بنبقى عايزين العيادة بتاعتنا تبقى جذابة وألوانها متماشية مع الديكور ومع الموضة، اللي بيعمل عيادته أزرق، اللي بيعمل عيادته أخضر، اللي بيعمل عيادته أحمر. لكن أثناء تغيير اللون يفضل إن يبقى عندي خلفية خلف العيان ولو مؤقتة، زي ستارة مؤقتة لونها بيبقى رمادي جراي إن 0x0 إن 7x0. أوكي، دي بالنسبة للخلفية والديكوريشن بتاع العيادة. المشكلة الثانية هي patients makeup especially for female patients. All makeup should be removed before shade selection. Any lipstick should be removed. Any makeup on the face should be removed. What about the physiological variables? Some eye disease may affect shade selection. Cataract changes cause yellowing of the lens. This degenerative process yellowing of the vision. An affected operator tend to provide restorations that are yellower, which can be counteracted by allowing younger members of the staff to participate in color assessment. بنقول لو المريض عنده cataract أو أي مرض يخص العين قد يؤثر على اختيار اللون، فليس عيبا اطلاقا انه يستعين بمن هو اصغر سنا او اكثر حساسيه للون. الدنتال اسيستنت البيشنت اور ان اني انذر وان ان ذا دنتال اوفيس كان بارتيسيبيت ان كلر اسيسمنت. تاني حاجه الهيو بايز او الانحياز اللوني. بنقول ان الهيو بايز از ديفرينج توليرانس فور سبيسيفيك كلر ان اوكيبيشنال هازارد افكتنج دنتستس اند سيراميستس. The result is increased tolerance to yellow and reduced sensitivity to red, a color rarely seen in natural teeth. Both dentists and ceramists therefore demonstrate a red hue bias.
If a restoration has mismatch with the red hue, it is more likely to be rejected than a mismatch with the yellow hue. Clinical relevance of hue bias is that prosthodontist or ceramist may consider a restoration as acceptable, but it may be rejected by the patient as being too yellow. حساسية اللون، العين للون. عشان دكاترة الأسنان معظم الشغل بتاعهم بيتعاملوا مع اللون الأصفر بدرجاته، فالحساسية بتقل، وبيبدأ الدكتور مع الوقت يختار ألوان بتميل إلى الحمرة أكتر، وبالتالي المريض بيعترض عليها أكتر. لو في عند الدكتور أو عند السيراميست إنهيو بايز، ممكن أي حد تاني عنده سنسيتيفيتي أكتر أو ما عندوش البايز participate in the shade selection process or assessment. What about the dental variables? Tooth color is not uniform across the populace and even varies from tooth to tooth in a given individual. After the age of 35, teeth become increasingly saturated with a deeper chroma, especially in cervical region. The value also decreased as the enamel overlay become more translucent. الأسنان يا جماعة، بيجي مريض عندك العيادة ويعمل حشوة أو بيعمل كراون على السنة ويقول لك يا دكتور، تقول له نختار اللون، يقول لك يا دكتور أنا عايز لون أبيض. مفيش حاجة اسمها لون الأسنان أبيض. لون الأسنان بيختلف من فرد إلى آخر، دي أول نقطة. مش كده بس، ده لون السنة نفسه بيختلف في مناطق مختلفة من السنة. الانسايزال ثيرد غير الميدل ثيرد غير السيرفايكال ثيرد. كمان لون السنة الواحد بيختلف مع العمر. كل ما العمر بيزيد السكندري دنتين ديبوزيشن بيزيد، وبالتالي معناها الساتوريشن بيزيد، اللي هو قلنا عليه قبل كده الكروما. السيرفايكال ريجون الانامل از مينيمم ثيكنس، سو ذا اندرلاينج دنتين ويل ابير داركر. يبقى السنة فيها كذا منطقة بكذا لون، الأبر تيث غير اللور تيث، سنان أحمد غير سنان محمد. Inter arch difference include yellower maxillary anterior teeth compared to the mandibular antagonists. Inter arch difference include lower value yellower and higher chroma canine compared to the adjacent incisors which have the highest value of all teeth. كمان بنقول إن الأبر تيث لونها اكثر اصفرارا من اللور تيث. الاسنان نفسها كلما تحركنا in the same arch as you move posteriorly it become yellower especially in the canine which has the highest chroma. What about the fluorescence? Incandescence in the inherent ability of an object to emit visible light. Household bulb is a good example. Luminance is the light emission from an object other than that due to incandescence. An external light source is necessary to elicit an emission. Examples include luminescent throat signs which glow when a car headlights strike their surface. Fluorescence is a particular type of luminance described as a visible light emission from an object or a surface in the presence of ultraviolet illumination. ايه معنى الكلام ده؟ الانكانسنس هي قدرة الجسم على الاضاءة بنفسه. زي ايه يا جماعة؟ زي اللمبة. اللمبة لما بدوس على الزرار في البيت بتنور. كان زمان التنجستن لامس دي فيها سلك، لما بدوس عليه سلك بيسخن وبيتوهج. زي الفحم، الفحم بالنار بيسخن بيتوهج بيضيء. لكن اللومينينس هي أجسام غير مضيئة بذاتها، ولكن تعكس الضوء الواقع عليها. وأكثر مثال وأشهر مثال بنشوفه هي علامات الطريق. لو أنا مسافر مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية أو من الرياض إلى مكة، كل ساعة بقلب النور بلاقي اليافطة اللي على الطريق بتضيء. هي اللافتة نفسها غير مضيئة، ولكن لما انا بنور نور العربيه العالي، نور العربيه العالي بيضرب في اليافطه وينعكس، فتظهر ان اليافطه دي منوره. يقول لي مكه 700 كيلو، مكه 600 كيلو، او
الإسكندرية 150 كيلو، إسكندرية 100 كيلو. الفلوريسنس هو إضاءة الجسم أو انعكاس الإضاءة عن الجسم في وجود الألترا فايلت لايت. والأسنان يا جماعة بتتميز بهذه الخاصية، هي خاصية الفلوريسنس، اللمعان، اللمعان. Natural teeth have the capability to emit visible light when exposed to ultraviolet light and therefore exhibit fluorescence. Fluorescence makes teeth appear brighter and whiter and therefore alters their visible color under natural daylight. They may lead to apparent mismatching of dental shade tape with natural teeth. ودي من الليميتيشن اللي بنقابلها في الشيد جايدز، ان الشيد جايد has no fluorescence which is a very important characteristics of natural teeth. الاوباليسنس، when opalescent objects are viewed by incident light a bluish appearance is apparent. Conversely, when viewed by transmitted light they appear orange amber. والاوباليسنس خاصية مهمة جدا في الاسنان، بتبان لي اكتر في الانتيريورز واكتر واكتر في الانسايزال ايج بالذات. الدنتال انامل also possesses opalescence similar to fluorescence. Optical purity is also advantageous for simulating opalescence with enamel porcelain. لازم لما بعمل aesthetic restoration considering the incisal edge. الانسايزال ايج should be built with the enamel composite or enamel porcelain to mimic this opalescent عشان اقدر ارجع الاوباليسنس قد ما اقدر، الشفافيه في الجزء دي او الميلان القليل للزرقه عند وقوع الضوء المباشر عليها. ودي واضحه جدا جدا في الكورنر اوف ذا ابر لاترال انسايزر، واضح جدا البلوش تنت ده هو ده الاوباليسنس، وده مش هيظهر الا لو انا استخدمت لو كراون انامل بورسلين او لو كومبوزيت enamel porcelain which is nearly transparent. Come to the gold question of this lecture, the shade selection tool. بختار اللون ازاي؟ ايه الادوات اللي بستخدمها يا دكتور عشان اقدر اختار لون الحشوة او لون التركيبة اللون الصحيح؟ The most popular shade guides currently used for dental color analysis are Vita Classic, Vita Band 3D Master, Comascope or a Custom Made. اول طريقة بستخدمها لتحديد لون الحشوة او التركيبة هي الshade guide. اشهر shade guide الدكاترة بتستخدمه هو Vita Classic. The widely used and universally accepted shade guide is the Vita Classic. Categorizing you with the letters A orange, B yellow, C yellow gray, and D orange gray or brown. Within each hue, the numbers are used to denote chroma and value. For example, 1 is a high value with low chroma, and 4 is a low value with high chroma. شركة فيتا عملت الشيب جايد ده اللي الدكاترة بتستخدمه إلى الآن، وقسمت الألوان فيه لأربع مجموعات رئيسية according للهيو اللي هو اللون الأساسي اللي ما بنقدرش نغيره زي ما قلنا قبل كده. وقال عندي والله الـ A الهيو بتاعه أورنج و B يلو. وبالتالي نقطة مهمة جدا عشان أسئلة الـ MCQ يا جماعة، بنقول إن أي لون B لو عنده نفس الرقم يبقى لازم يبقى افتح من A. يعني بنقول ان B1 افتح من A1، B2 افتح من A2، لان B الهيو بتاعه يلو while A هيو is orange which is darker than yellow. شركة فيتا بتدي كل لون حرف ورقم. الحرف بيدل على الهيو، قلنا A B C D orange yellow yellow gray orange gray. والارقام الرقم كل ما بيزيد معناها التركيز اللون بيزيد، اللي هو قلنا ايه التركيز اللي هو الكروما اللي هو الساتوريشن. تبقى كلما زاد الرقم الساتوريشن زاد والهيو قل اللي هو ايه
قال لي يعني مال الى الاسودان، يعني كل ما الرقم ما بيزيد بالبلدي كده كل ما الرقم بيزيد اللون بيغمق، يبقى ال A4 اغمق من ال A1 وال B4 اغمق من ال B1 وال D4 اغمق من ال D1 وهكذا. وفي العموم بنقول ان الافتح هو ال B followed by A then C followed by D B A C D. In the early 1990s, Vita introduced a 3D master sheet guide. 3D master attempt a three-dimensional analysis of tooth color. Two 3D master guides are available, red and blue, both fabricated from dental porcelain. The red guide is made purely of dentine porcelain, allowing accurate assessment of the basic dentine color. The blue incorporates cervical and incisal porcelain for more realistic representation of the multi-layer of natural teeth. في التسعينات شركة فيتا عملت لنا 3D Master Sheet Guide. ده 3D Master Sheet Guide عبارة عن مجموعات، تقريبا خمس مجموعات according برضو للهيو، ولكن في الفيتا كلاسيك كان فيه رقم واحد، الرقم ده كل ما بيزيد الكروما بتزيد والفاليو بيقل. في الفيتي في الفيتا 3D Master خلوه رقمين. بنقول The tapes are grouped into five categories sequentially numbered with an increasing value 1, 2, 3, 4, 5. All tabs within a value group have the same brightness. In a given value group, the chroma increase from top to bottom. All group with the exception of 1 and 5 are designated three letters L, M and R corresponding to varying hue. يبقى بنقول ان في الفيتا 3D Master عندي رقم في الاول، الرقم ده بيدل على الفاليو، وكل ما الرقم قل معناها الفاليو اكتر، معناها انه داركر، الرقم القليل داركر، الرقم الكبير لايتر. وبعد معلش نرجع تاني، وبعد الرقم بنلاقي الفاليو، بنلاقي الهيو، واخر رقم هو الكروما، وكلما زادت الرقم زاد الكروما، وكلما زاد الرقم قل الفاليو، يعني اللون صار اغمق او مال الى السواد اكتر، وكلما زاد الرقم زادت الكروما، يعني الساتوريشن او الاوباسيتي او العتامه بتاعه الجسم زادت اكتر. ودي الصوره طبعا للفايف جروبس according to the hue. This group 1, 2, 3, 4, 5 والحرف ده هو الهيو، ال light او yellow، ال m moderate or orange، and r red or dark. يبقى كل واحد من دي عندي مثلا هنا 1M1 1M2 2L1 2L2 2M1 2M2 2M3 وهكذا. كل ما الارقام بتزيد معناها اللون بيزداد، انه يبقى اغمق او ان الساتوريشن بتاعه بيزيد ويميل الى الاسوداد اكتر. What are the limitations of shade guide? Limitations of shade guide are failure to account for the variability found in natural teeth, which is the degree of fluorescence, degree of opalescence, degree of enamel translucency, enamel thickness, and enamel texture and luster. دي محدودية اختيار اللون عن طريق الشيت جايد. ليه؟ لان في حاجات موجودة في الاسنان ما بنقدرش نعمل لها دوبليكيشن في الشيت جايد، اللي هي لسه قايلين عليها في السلايدز اللي قبل اللي فاتت، الفلوريسنس والاوباليسنس، اللي هما لمعان الاسنان على الضوء نتيجة الضوء الساقط عليها، كمان شفافية الانامل والانامل ثيكنس والانامل تكتشرز اللي الملمس السطح والخشونة بتاعة الانامل وسماكة الانامل، كل دي فاريبلز بتأفكت اللون او بتأثر لي على اللون، مش موجودة في الشيد جايدز. وبالتالي نتيجة هذه التغيرات او هذه الامور التي تحدد استخدام
الشيب جايدز، بالإضافة إلى حساسية العين اللي اتكلمنا عليها وقلنا إن كل واحد حساسية العين بتاعته في اللون بتختلف عن الآخر. الشركات والمصانع اجتمعت وقالت يا جماعة إحنا نعمل جهاز يشوف اللون، وبالتالي لما الدكتور أحمد يشوف اللون زي الدكتور مازن زي الدكتور حسين زي الدكتورة فاطمة ما يبقى فيه اتفاق. اتفاق ليه؟ لأن الهيومن فاريبلز ار ديليتد، شلنا الفروقات الفردية دي. الجهاز هو اللي هيكتب، لما بكتب على الكمبيوتر مفيش واحد خطه حلو وخطه وحش في الكمبيوتر، كلنا بنكتب على الكمبيوتر يبقى كله بيطلع نفس الخط، لكن لو انا بكتب بايدي يبقى والله ده خط حلو، فلان خطه وحش، فلان خطه احسن، ولكن لتوحيد الخطوط طلع اختراع الآلة الكاتبة او دلوقتي الكمبيوتر. وبالتالي برضو عشان توحيد اختيار اللون عشان يبقى فيه اتفاق بين المعمل وبين دكتور الاسنان وبين المريض جبنا حكم. الحكم ده هو ايه؟ ان اختار اللون بواسطة جهاز. عندي ثلاث اجهزة مهمة ممكن احدد بيهم اللون بتاع الحشوة او لون التركيبة عشان اطلع من كل المشاكل والفاريابلز اللي قلناها اللي هي السيلز او معلش الكونز والروت بتوع الريتنا، السنترال فيجن والبروفرال فيجن او الكروماتيك فيجن والاكروماتيك فيجن، عشان اطلع من الاوبجكت ميتاميريزم وعشان اطلع من الاوبسيرفر ميتاميريزم عشان اطلع من الهيو بايز عشان اطلع من كل الكلام ده. عملنا الانسترومنتال اسيسمنت، اجهزه معينه احط الجهاز على السن او على الحشوه يقول لي اللون المظبوط بتاعها. هنتكلم هنا بسرعه شديده جدا عن ثلاث اجهزه. اول جهاز اسمه سبكتروفوتوميتر، تاني جهاز الكالوروميتر، تالت جهاز هو الديجيتال كاميرا اند ريد جرين بلو اور ار جي بي ديفايس. The most accurate device is the spectrophotometer. It produces spectral reflectance and or transmission curves. The disadvantages are complex technology, high cost, and an object must be placed inside the spectrophotometer. لو جينا على الدقة هنقول ان اكثر الاجهزة دقة في تحديد اللون هو السبكتروفوتومتر. ولكن يجي واحد يسألني يقول لي حضرتك انا ممكن اشتري السبكتروفوتومتر واحطه في العيادة واختار باللون؟ والله اجاوب واقول له انت ممكن تشتري الجهاز وتحطه في العيادة لكن ما تقدرش تختار باللون. ليه ما اقدرش اختار باللون يا دكتور؟ اقول له والله كومبلكس تكنولوجي. يقول لي يا دكتور انا هتعلم التكنولوجي. اقول له ماشي، واحده طلعنا منها. تاني مشكله يا دكتور؟ اقول له هاي كوست، ده غالي جدا ومكلف جدا. يقول لي يا دكتور الحمد لله انا اقدر اوفر ثمنه. اقول له كويس، يعني انت هتتعلم التكنولوجيا ووفرت ثمن الجهاز. طيب هتحط السنه جوه الجهاز ازاي؟ يا اما قدامك حلين، يا اما تخلع السنه بتاعت المريض تحطها جوه الجهاز عشان تعرف لونها، يا اما تريح دماغك وتقطع راس المريض كله وتدخله جوه الجهاز عشان تختار اللون. طب بعد كده هتعرف تخيط راس المريض او هتعرف ترجع السنة؟ طبعا كلام غير منطقي. هذا الجهاز وان كان الاكثر دقة في تحديد اللون الا انه يستخدم فقط في الابحاث ولكن لا يستخدم في العيادات اطلاقا، وذلك للصعوبة. ما اقدرش احط انا راس العيان او سنة العيان جوه الجهاز عشان يقول لي والله الشيد بتاعها كذا فانا اشتغل بالشيد مظبوط. طيب عشان نحل مشكلة السبكتروفوتوميتر بدأت الشركات تعمل لي حاجة اقل شوية اسمها الكالوروميتر. The colorimeter is based on the principles of human vision having cells that are sensitive to the three primary colors اللي قلنا عليهم الريد والجرين والريد. This method is not as accurate as spectrophotometer but the data is relatively easy to manipulate and user friendly. Proprietary products include Shade Vision والShade Eye والDigital Shade Guide. دي اسماء color meters available in the market. بتعتمد فكرة الجهاز على برضو الثلاث ألوان الرئيسية اللي العين بتشوفهم اللي هما الريد والجرين والبلو. وان كان اقل دقة من السبكتروفوتوميتر الا انه هو ده الجهاز المناسب والجيد للعمل في عيادة الاسنان، بل انه افضل جهاز لقياس اللون داخل العيادة. يبقى افضل جهاز لقياس اللون عموما هو السبكتروفوتوميتر،
ولكن أفضل جهاز لقياس اللون داخل العيادة هو الكالارمتر. The least accurate method is the RGB devices, digital camera and red, green, blue devices. The least accurate method, this device analyzes a captured digital image for color and chromatic mapping. This advances the quality of the captured image. Proprietary products include ShadeScan and iCam. أسهل جهاز ولكن الأقل في الدقة هو الـ RGB. الـ RGB device دي كاميرا باخد بيها كابتشر، والكابتشر أو الصورة اللي خدتها الكاميرا will be analyzed by software، والsoftware هيطلع لي اللون. ولكن مشكلة الجهاز ده هي مشكلة الصورة وليس مشكلة تحليل الصورة، لأن أنا ممكن أخد الصورة in non-standardized lighting condition or non-standardized capture. So the quality of the capture will affect the shade. ممكن الصورة تطلع أفتح أو أغمق من السنة الطبيعية نتيجة الفلاش أو نتيجة الإضاءة، وبالتالي اللون اللي هيقراه الجهاز هيبقى لون خاطئ. من الأجهزة اللي موجودة في السوق الشيد سكان والآي كام. بكده نكون وصلنا لآخر المحاضرة، حاولنا نلم فيها بسرعة موضوع مهم جدا جدا، هو موضوع الشيد سيليكشن، ازاي نختار اللون بطريقة صحيحة، وايه هي العوامل اللي بتأثر على اختيار اللون. وقبل كل ده لازم دكتور الأسنان يفهم كويس جدا جدا الكومبوننت اوف ذا كلر اللي هما التلات أعمدة اللي بيقوم عليها اللون، مهم جدا جدا الهيو والفاليو والكروما. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.